طيب، صباح الخير يا شباب. إيه، بدأنا المحاضرة الماضية في التعامل مع الإيمجز، تمام؟ واستخدمنا الكونفولوشنال نيورال نتورك في التعامل مع الإيمج، تمام؟ إيه، كانت الداتا سيت اللي احنا اشتغلنا عليها بريلودد في التنسر فلو، كانت سي فار 10، فكانت انه هي بريلودد في الكيراس، فبالتالي انه مجرد بعملها لود فبالتالي بترجع لي الترين والتست از تابلز للاكس والواي، هي الصوره نفسها والليبلز تبعها، تمام. اليوم ان شاء الله بدنا نشوف كيف ممكن انه نستخدم نقرا الداتا سيت من رو ايمجز وتكون موجوده انا عندي كدايركتوري، ونشوف كيف انه احنا نجري عليها بعض العمليات. وفعليا انه راح نستخدم الايمج داتا جنريتور، تمام، اللي ممكن انه تعمل لي بايب لاين انه تقرا الصوره وتجري عليها عمليات معينه بشكل يعني سهل جدا. اوكي، خليني اخذ نسخه من هذا على الكولاب. نعم، خدناه بالامس. غير النوت بوك سيتنج، لاحظ انه هو مفعل الجي بي يو، وهنا ايمج كلاسيفيكيشن. داتا جنريتور. بعمل الامبورت اتاكد من الفيرجن، هنا انا عندي تنسر فلو كيراس بري بروسيسنج ايمج امبورت داتا جنريتور. اللايرز اللي انا بتلزمني الدنس لاير الكونف 2 دي فلاتن دروب اوت ماكس بولينج 2D، كل هدول مروا علينا. ومن المودلز حنستخدم السيكوانشال موديل، تمام. الان الداتا سيت انا عندي موجوده في هذا الملف المضغوط cats and dogs filtered، ملف مضغوط، فحددته اليو ار ال، هذا خزنته في هذا المتغير. وهنا استخدمت كيراس util get file، اديته هذا الملف، اديته ال URL وحكيت له انه extract بتساوي true، فبالتالي هو حيعمل لي حيفرط لي الملف لوحده، تمام. وبعديها عملت انه الباث انه هي عبارة عن path join الدايركتوري لهذا المجلد، واسم المجلد انه cats and dogs فلتر، فبالتالي انا ممكن اعرض لك هذا الباث بهذا الشكل هنا، بس يخلص فببدا يعمل الداونلود، بخلص بشكل سريع، فبقول لك انه وين موجود، موجود هاي المسار تبعه root slash نقطه كيراس datasets cats and dogs filtered. كيف مقسم هذا المجلد؟ هذا المقسم مجلد بهذه الطريقه، انه انت في عندك مجلد للترين ومجلد للتست للفاليديشن. في الترين في عندك سب دايركتوريز كاتس دوجز، ونفس الشيء في الفاليديشن. في الكاتس حتلاقي كات 0.jpg كات 1 كات 2 الى اخره، عدة صور مختلفة للكاتس وعدة صور مختلفة للدوجز، فبالتالي هو بروح بيعتبر انه هذا السب دايركتوري الكاتس هو عبارة عن كلاس وهذا عبارة عن كلاس، فبالتالي كل الصور هدول اللي موجودين في
مجلد الكات لهم الليبل كات. وعليكم السلام. تمام، فهذا الكلام احنا ممكن انه انت تشوفه بنستعرض. او خلينا نستخدم البايثون كود os.listdir وادي له هنا الباث. validation train of validation victory.py. تمام، في ال جوا الترين بدنا نشوف ايش فيه. في انا عندي هنا، او خلينا نستخدم الكوماند تبعت اللينكس احسن لي، اسهل لي. ممكن اخذ هذا المسار زي هيك وانه اعمل ls لهذا المسار سلاش كاتس اعتقد بلس. تمام، طبعا هذه ملفات كثيرة بديش يسرد لي اياها كله، بعمل بايب وبدي اقول له جيب لي الهيد. كات 0 كات 100 102 103. تمام، والدوكس نفس الكيفية. تمام، هجيت بعد ما حددنا بدي احدد الترين دايركتوري، فبعمل جوين للباث الرئيسي وبضيف عليه ترين، والفاليديشن برضه بعمل جوين للباث الرئيسي ومعه الفاليديشن. فبالتالي انه انت ممكن تشوف الترين دايركتوري والفاليديشن دايركتوري، هاي المسارات هذه، هذا المسار وهذا المسار. تمام، وبعديها في الترين دايركتوري بدي احدد الدايركتوري تبع الكات والدايركتوري تبع الدوكس برضه بالجوين عشان قصه السلاش. فاديته للترين دايركتوري وعمل جوين مع الكاتس، والترين دايركتوري وجوين مع الدوكس، والفاليديشن كذلك نفس الشيء. تمام، وعليكم السلام. طيب الان بدنا نشوف عدد الملفات اللي موجوده هناك. عدد الملفات ممكن اشوفها بلينكس كوماند، وهي موجوده انت عندك هنا في البايثون كود، انه انت تعمل ls خليني على سبيل المثال انه الكات دايركتوري هذا اعرضه، فحاخده زي هيك، وهنا بعمل ls لهذا المسار. طبعا هنا انا بدي اعد عدد، هذا بيعمل لي listing، فبالتالي بروح بعمل بايب وبدي اعد عدد الاسطر. عدد الاسطر هنا بتمثل عدد الملفات، فبقول wc-l فبرجع لي عدد الملفات 1000 صوره، 1000 ملف في الكاتس. وفي الدوجز حتكون نفس الشيء. تمام، الكلام هذا في الكود انت عندك انه num cats الله يعافيك tr و num cats num dogs tr، اللي هو عبارة عن ال os list لل cats training directory، وبجيب له اللين، وهنا نفس الشغلة لل dogs، ونفس الشيء بالنسبة لل validation. وبروح بحكي انه total train انا يفترض انه عندي يطلع 2000، اللي هو عبارة عن 1000 زائد 1000، والفاليديشن حنشوف قديش يطلع معايا. تمام، وبروح بعرض هذا الكلام انه التريننج دايركتوري تمام والتوتال تريننج هالقد. فبالتالي بيطلع معايا هنا، هذه انا ما شغلتهاش، انت عندك 1000 الترين للكاتس للدوجز 1000، والفاليديشن 500 و500، والتوتال تريننج 2000، والتوتال فاليديشن 1000.
تمام. اوكي، الان انا ايش عملت؟ من البات بلوت ايمج عملت امبورت ل ام بي ايمج بات بلوت ايمج، والمات بلوت بي واي بلوت بي ال تي. تمام، حددت المسار تبعت الايمج الاولى اللي هي كات 1، قراتها ام بي ايمج ريد سامبل كات. طبعا هذه بتكون عباره عن نمباي اري، هجيت حورجي لك الشيب تبعها. هاي طبعة الشيب تبعها اللي هو عبارة عن 280 في 300 في 3 و RGB. وعملت شو للإيمج هذه، اي ام شو هاي الصورة. هذه هنا صورة كات ثانية، بس الفكرة هنا انه الدايمنشنز تبعتها مختلفة، 499 في 489 في 3. تمام، واضح انه الدايمنشنز تبعت الصور مختلفة. حاجات انا بدي اثبت هذا الكلام، بيعمل ريسكيل لكل الصور لنفس المقاس، لانه انا بدي ادخلها على نيورال نتورك لازم تكون نفس المقاس. فعشان هيك انا شو سويت؟ حددت الباتش سايز 128، الداتا ست كلها قديش حجمها؟ الترين 2000، 1000 للكاتس و1000 للدوج 2000. تمام؟ فبالتالي الباتش سايز انا عندي 128، والايبوكس انا عندي 15، والايمج هايت والايمج ويث حطيتهم ثبتهم 150 في 150 سكويرد ايمج، زي هيك انه 150 في 150. حيعملها ريسكيل مش حيقصها، ريسكيل. تمام، واللي اصغر من هيك راح يمطها، بس هذا كلام مش صح. تمام، فعشان هيك انت الدايمنشن اللي انت بتختاره بتختاره تقريبا على اصغر مقاس وحده، عشان انت الصور ما تمطهاش لما تصغر الصوره، تعملها ريسكيل تحتفظ بالتفاصيل تبعتها، لكن لما تمطها تكبرها تتشوه. تمام، فحددنا الدايمنشنز 150 في 150. تمام، كيف بدك تعمل فور لوب؟ يعني ممكن انت تعمل فور لوب على كل الصور زي هيك. تمام، وتقرا وتشوف انه انت عندك قديش الماكس ويد والماكس هايت. يعني ممكن انه احنا نسوي هذا الكلام بشكل سريع. كيف؟ جافور اي ان رينج ال. تمام، وهنا image height max تساوي 0 من، صحيح، with من تساوي هو مش صح انه انا نعملهم initialization لزيرو، بس هلقيت هرجع لهم. تمام، فالان ايش بدي اسوي؟ بدي اسوي انه الايمج باث هذا بدي اخده. تمام، اخده as a string زي هيك، واعمل له هذا، بدي افصله مع الدوت، واحكي انه هذا انه my path ساوي هذا الكلام، سكر الكوتيشن. كيف؟ فاصلة اي، لا هنا بدي اعمل كونكاتينيشن. فجيت هنا بدي احكي انه انا عندي سترينج، والسترينج هذا بدي اخذ فيه اول باراميتر اللي هو الايمج باث، وبعديها دوت يبقى هنا بنشيلها احسن عشان تكون اوضح. هنا دوت، وهنا ححط الاي. تمام، دوت جي بي جي، وهنا دوت فورمات
وأحط المسار الأول أو الباراميتر الأول اللي هو عبارة عن الماي باث، والباراميتر الثاني الاي بس بدي أحوله لسترينج، والباراميتر الثالث اللي هو ما فيش باراميتر ثالث بالضبط. الآن بدي أقرأ الصورة. تمام، واجيب الشيبس تبعتها اللي هي الـ img height بتساوي او img width بتساوي img.shape. تمام، وهنا بنبدأ الـ if statement تبعتنا، انه ببدأ انا افحص، فعشان هيك انه هذه ممكن احطها، هذه يفترض انه نعملها initialization انه بلارج نمبر، او انه اخذها انه هي عباره عن الهايت والويث تبعت اول صوره. يعني ممكن اعملها زي هيك كوما، لانه لو في اقل منها راح تتاخد، فبروح باخذ هاي. يعني اتس اوكي، يعني بتصير اني نمبر لو في اقل منها السيرش بقدر الاقيها. تمام، لانه انا بلف عليهم كلهم. بعدين بحكي انه اذا الايمج هايت هاي اقل من الايمج هايت ويذ من، ف اذا ما ينفعش، انا يعني انت بدك تجيب اقل هايت واقل ويذ، مش شرط انه هو يكون في نفس الصوره. تمام، ممكن يصور في يكون في صور مختلفه. انت لما تقول اند انه بدك اياه انه يكون في نفس الصوره بالضبط. هيك بنكون خلصنا، وفي الاخر بروح بطبع المين هدول، بطبع لي اياهم as top. طبعا احنا بس لفينا على الكاتس، يفترض انه انا الف على الكاتس والدوجز واشوف قديش المين انا عندي. اوكي، دم اقل شيء 72 في 75، عشان هيك هو فعلا انه هتلاقي انه هنا في بعض الصور، في عندك بعض الصور مش ولا بد. في بعض الصور بكبرها، بعملها سكيلينج، بمطها. تمام، ففعلا في صور انا عندي اقل من ال 150، فبالتالي ريسكيل، يعني انه نعمل ريسكيل للدايمنشن هذا. مشكلة. طب نشوف الدوجز. أصغر بكتير. تمام، طب ممكن نشوف إيش أكبر إشي. أكبر إشي هذه حتكون صفر صفر، وهنا إذا كانت أكبر هذه أكبر.
أكبر، وهاتي خمسمية في خمسمية، تمام؟ كله راح يصير له سكيلينج ل 150 ل في 150. طيب، فجيت هنا بعرف ترين ايمج جنريتور بتساوي ايمج داتا جنريتور، هذا من وين عملت له امبورت. برجع بذكرك كمان مره اللي هو تي اف كيراس بري بروسيسنج ايمج داتا جنريتور، تمام؟ وهنا عملت ريسكيل للداتا سيت اللي عندي 1 على 255، بالتالي عمل نورماليزيشن للبيانات انا عندي كلها، تمام. والفاليديشن نفس الشيء، طيب. الايمج داتا جنريتور هذا اللي انا عرفته، بس مجرد انه عرفته واديته بس باراميتر واحد اللي هو الريسكيل باراميتر. الان بدي اقول له بدي احمل البيانات هذه من الديسك، فبالتالي بحكي له هنا فروم فلو فروم دايركتوري، فلو فروم دايركتوري ايش بدي له؟ الباتش سايز معرف فوق والدايركتوري، تمام. والشفل بتساوي ترو، والتارجت سايز اللي هو عبارة عن الايمج هايت والايمج ويد، فلحاله بروح بعمل ريسكيل لكل الصور. والكلاس مود انا عندي باينري كاتس ودوكس، تمام. ونفس الشيء بالنسبة للفاليديشن، تمام. حكى لي لقيت 2000 صورة belonging to two classes، وهنا 1000 صورة belonging to two classes. ناخد نعمل visualize لبعض الـ image الـ training images بعد ما احنا عملنا rescale. فبدي اخد sample train images وهنا عمل لي next، تمام. الـ next هنا كم image اخد او ايش اخد؟ اخد batch، يعني كم ايمج اخذ؟ 128 ايمج. ايوه الباتش سايز عندك 128، تمام. طبعا هنا الليبل الثاني اللي هو او الفاريبل الثاني هو عباره عن الليبلز، فحطيته دمي لانه انا مش لازمني الان، يعني لانه انا بس بدي اعرض الايمجز، اوكي. الان قالت البلوت شو بمرر لها؟ image array، وهذا عبارة عن sub plot زي هيك، تمام. وحأرسم الصورة، أعمل image show للصورة. فهنا رسمت قديش؟ أول 5، وفعليا حيلف على كل ال image array، هذه array of images، تمام. وحيرسم لي هنا أول 5 من الباتش تبعي. لاحظ هذه انه السكيل تبعها كيف؟ لا هي هيك، نعم. خد لك كمان عينة مثلا من 5 ل 10،
في حتلاقي بعض الصور فعلا ممطوطة. تمام، تمام. بعد هيك بدنا نعرف الموديل. خلاص جهزنا البيانات كلها، نعرف الموديل. ايش انا عندي الموديل؟ اول طبقة convolution. تمام، طبعا هذه الكيرنل 3، لما تلاقي 3 زي هيك معناها 3 في 3. ليش؟ لانه انت شوف لي البراميتر تبعها هيك conv2d، عندك اول باراميتر هو عبارة عن الفلترز. تمام، ثاني باراميتر عبارة عن الكيرنل سايز. ايش بحكي لك هنا؟ انتجر اور تابل ليست اوف تو انتجرز. لو انت اديته انتجر واحد معناها لو اديته 3 هو بيعتبره 3 في 3، او انه انت ممكن تعتبره انه تدي له اياه كتابل 3 في 3. تمام، طيب والانبوت شيب ادينا الايمج هايت والايمج ويد والثلاثة، وهنا في عندي باراميتر جديد اللي هو البادنج بتساوي سيم. البادنج هنا اي valid او سيم. الفاليد هو الديفولت، السيم بادنج انه انت عندك في بعض الاحيان في عندك الايدجز تبعت الصورة لما بتطبق عليها الكونفولوشن بتسبب اشكالية لما انت تطبق عليها الكونفولوشن اوبريشن. فاحنا ايش بنروح بنسوي؟ بنعمل بادنج، بنحط حشوة، بحط انا عندي يعني بحوطها زي هيك بمجموعة من البكسلز الزيرو بكسلز. هاي مفهوم البادنج، زي ما عملنا في التكست انه انا عندي الريفيوز اللي اقل من 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 طول معين، رحت انا عملت لها بادنج. بعديها طبقة الماكس بولينج convolution ماكس بولينج convolution، بعديها فلاتن. لازم الفلاتن ضروري جدا. ليش؟ شو السبب؟ لانه اللي بيرجع لي اياه انه من الماكس بولينج 2D. تمام، بدنا نحوله ل 1D انه عشان يعني امرره لدنس نتورك بالضبط. هيك عرفت الموديل. بعمل له كومبايل ادم باينري كروس انتروبي اللوس، شوف السمري، بعمل ترين للموديل. انا عندي حوالي 10 مليون باراميتر بدي اعملها. لاحظ هنا انه هو مش مستخدم الدروب اوت، وانا بدي ادرب 15 ايبوك. أول إيبوك 52%، هذا هو الجي بي يو مفعل.
اوكي، وصلنا اخر حاجة لتريننج اكيورسي 92% وفاليديشن اكيورسي 71. هنا بدي اعمل فيجواليز للريزلت من الهيستوري، شوف لي كيف النتائج شكلها، ايش بتلاحظ في النتائج. انت عندك هذا فيجر سايز، خليني امدها شوية ايش انا عندي. هاي ترين لوس الازرق وهذا البرتقالي فاليديشن لوس. ايش بتلاحظوا؟ في بده يتفرقوا، معنى ذلك انه في عندي اوفر فيتنج ويفترض انه انا اعمل اير ستوب هنا في المنطقه هذه. هذا بالنسبه لللوس، والاكيورسي كذلك نفس الشيء بده يتباعدوا، معنى انه بدات تزيد الاكيورسي لكن هنا اداؤه صار انه يثبت على الفاليديشن. نعم، فبالتالي واضح انه انا عندي هنا اوفر فيتنج، فبالتالي ممكن اضيف كول باك واعمل ايرل ستوب. هذه الشغله. الشغله الثانيه انه انا عندي بدي اجرب شغله ثانيه، انه انا بدي اكبر البيانات. كيف ممكن اكبر البيانات؟ باستخدام الداتا اوجمنتيشن، اوجمنتيشن تضخيم البيانات. تمام، كيف ممكن نحن نضخم البيانات؟ صورة، يعني كيف بدي اكثر الصور تبعتي؟ وغير احجام مختلفة. نكرر نفس الصورة بس بعد ايش؟ بعد ما نعمل عليها حركة فلتر. زي ايش مثلا؟ انه نعملها فليب. فبالتالي انه نفس الصورة عملت لها فليب اختلفت. يعني ترتيب البيكسلز اختلفت ولكن نفس الليبل لسه ضايلة كات. يعني الكات زي هيك لما نعملها فليب بتضلها كات، صح؟ ايش كمان؟ الصورة ممكن اعملها شوية روتيشن زي هيك، فبالتالي انه بتطلع انا عندي زي كأنه كات جديدة. تمام؟ و بالضبط. ففي انا عندي هوريزونتال فليب، هوريزونتال لانه فيرتيكال انه لا بتصير انه رأسا على عقب، لا ما بدناش. وفي عندي انه انا ممكن اعمل روتيشن بزاويه معينه، وممكن اعمل ريسكيل او ممكن اطبق عليها ايمج جراي سكيل، انه اطبق عليها انه رماديه. فلقيت انه بدنا نجرب هدول اللي انا ذكرتهم كلهم واحد واحد، وبعديهم بدنا نجمعهم كلهم مع بعض. فلقيت الهوريزونتال فليب في الايمج داتا جنريتور ايش مجرد انه انا اعمل؟ بمر الباراميتر الثاني هوريزونتال فليب بتساوي ترو. شوف لي اياهم، بدك تشوفهم كلهم الباراميترز هذول، شوف لي اياه هنا في الدوكيومنتيشن بسرد لك اياهم كلهم. ايمج داتا جنريتور، ماذا لديك؟ فيتشر بت وايز فلتر سامبل height shift range، بعمل ازاحه للصوره. تمام، ونفس نفس نفس الشيء للويث، وهنا برايتنس رينج، يعني ممكن يعمل صوره ثانيه انه يلعب في البرايتنس، يزود البرايتنس او يقلل البرايتنس. هنا شير ايمج انه ممكن يلعب في الانتنسيتي، وكذلك في الزوم، وكذلك في الشانل شيفت رينج. بروح بقرب لك، يعني بغير لك نظام الالوان فيها، الاحمر بصير ازرق والازرق بصير احمر. تمام، وايش كمان؟ هوريزونتال فليب، فيرتيكال فليب، ريسكيل. هذا كلهم متعلقات بالايمج ريبروسيسنج هذول. تمام، اللي احنا سردناهم كلهم. فانت احنا الان بدنا نطبق واحده واحده. فالهوريزونتال فليب بتساوي ترو. بروح بعيد الكره مره ثانيه، بقرا الداتا سيت وبروح بمرر له انه هذا الايمج جنريتور الجديد،
فهنا بنشوف انه الـ Augmented Data انه بدنا نشوف يعني اول خمسة وبدي اعملها بلوت. هادي عملها فليب، نفس الكات بس ولكن عملها فليب. تمام، ممكن نعمل راندوملي روتيت للايمج، وهنا حددت الزاوية ب 45، فكل مرة حيعمل فليب بزاوية مختلفة. وهنا نفس الفكرة انه بده يعرض اول خمسة سامبل من الصور اللي عملها فليب. تمام، فهي الروتيت، الروتيت رينج 45، فهتلاقي انه هدول كل واحدة من هدول بزاوية مختلفة. تمام، الزوم هنا عرف كمان مرة الايمج جنريتور وراح طبق الزوم لوحده. تلاحظ انه كل واحدة من هدول مطبق هاي الشغلة لوحدها عشان انت تشوف التأثير بالضبط. فهنا طبق الزوم 0.5 ورجع قرأ، وبدنا نعرض 5 فهنا هذا عامل زوم كتير. تمام، هذه يمكن الصورة الأصلية وهذا انه الزوم تبعها بهذا الشكل. أجيت put all together، راح يحط كل هدول الشغلات مع بعض. فهنا image gen training data image generator، حطينا الروتيشن 45، الويث شيفت 0.15، الهايت شيفت 0.15، هيك بيعمل ازاحة افقية وهيك بيعمل ازاحة رأسية. هذه horizontal flip بقلبها، بقلب الصورة. تمام، ومع زوم. وهنا نقرأ البيانات مع كل العمليات هذه، فبالتالي صار في عندي تضخيم للبيانات. طبعا هنا بقول لك انه انا لقيت 2000 صورة في الدايركتوري، لكن ال 2000 هدول عملهم اوجمنتيشن صارت اضعاف مضاعفة، يعني على حسب العمليات اللي انت عملتها. تمام؟ كم عملية انا عملت؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمس عمليات. تمام؟ معنى ذلك انه انا عندي الروتيشن رينج انه لغاية 45، كل ايمج ممكن يعملها روتيشن بزاوية مختلفة. الصورة الأولى ممكن يعملها روتيشن بزاوية 35، و شيفت للرينج ب 0.15، وللويث والهايت 0.15، ويعملها فليب ويعملها زوم، فبتطلع انا عندي يعني اكثر من خمس اضعاف للصوره، اكثر من خمس اضعاف للايمج سايز. يعني الايمج سايز انا عندي او حجم الداتا سيت انا عندي 2000، صارت انه تقريبا خمس اضعافها. طب نشوف انه انا لما كثرت البيانات هل في لها تاثير؟ هنا بس انه عرض عينه بعد ما طبق كل هذا الكلام. بهذا الشكل. تمام، هنا انا عندي الفاليديشن. فاليديشن ما فيش داعي انا اطبق عليه ولا حاجه من هذا. وايش سوى كمان؟ بما انه انا كان عندي اوفر فيتنج، ايش ضفنا؟ دروب اوت. فضفنا الموديل بعد convolution pooling، ضفنا drop out 0.2، convolution pooling drop out 2. تمام، والباقي نفس الشيء. نشوف كل التأثيرات او التغييرات هذه كيف تحسنت في الاداء. انا عندي قديش كانت انه انا عندي هنا افضل validation accuracy، لا هذا training 71 71. الآن بدنا نشوف كيف الوضع، وبدنا نعمل بلوت ونشوف عشرة مليون بارامتر، وأعمل هنا ترين للديتا.
ياخد وقت أطول. الدوتا كبرت. أوكي، خلص التريننج. الأكيورسي اللي عندي وصل عن 59 والفاليديشن 61. ما في اوفر فيتنج، وهذا الكلام واضح جدا هنا في الفيجواليزيشن. انه خليني اكبر الفيجواليزيشن. تمام، انه لا، المنحنيين تبع الترين والفاليديشن ما تفرقوا عن بعض يعني، وبالتالي انه ما في اوفر فيتنج. وين؟ اول سعر 16 او 10، ايش بيعمل؟ لقيت انت ارسم لي في المكان، انه في البوزيشن انا عندي رسمتين. تمام، انه انه في الصف الاول. تمام، الرسمه الاولى من رسمتين، وانه هاي البلوك تبعها، وهنا برضه في الصف الاول الرسمه الاولى، الرسمه الثانيه من رسمتين، انه هذه هي. يعني لو غيرنا مثلا تنزل بالضبط. نعم، انا هنا هذا الكلام، هذا الكلام انه انت بتشوفه هنا، انه لما عمل فيجواليزيشن لمجموعه من الصور، اعتقد مش كم جنب بعض، انه يفترض انه تكون هاي هذه سب بلوت، سب بلوت انه واحد من خمس صور، عفوا، انه هنا انه في الصف الاول انه انا في عندي خمس صور، وانه هاي الصوره بالضبط السايز تبعها يعني. تمام، وبالتالي الموديل وضعه افضل. صحيح، بس ممكن انت تدي له هنا فرصه اكثر، يعني اكثر من 15 انه هو يتعلم، وتحط ايرلي ستوب. تمام، يعني هو محتاج انه فرصه اكثر انه هو يتعلم، وتعمل له هنا ايرلي ستوب، لانه انت عندك هنا لعند ال 15 انه في التنتين وهو بيتوقف، فبالتالي انت بدك تديله هنا. هيو لسه بدن يطلع الاشي هذا مع الدروب اوت، انت بتتجنب الاوفر فيت، ولكن تديله كمان فرصه انه هو يتعلم. يعني ممكن انه انت تحصل اكيورسي اقل من يعني الاكيورسي الموجوده اللي هي 67% او 61%. تمام، اوكي. طيب، استكمالا لنفس الموضوع، حتلاقي انت عندك نفس المثال هذا بالضبط. وين انت عندك؟ في الكراس. تفتح على الكراس على الصفحه الرئيسيه. تمام، جيت ستارتد، ومن الجيت ستارتد بتروح هنا على كود اكزامبلز، ومن كود اكزامبلز هنا ايمج كلاسيفيكيشن فروم سكراتش. حتلاقي انه الوصفه شوي مختلفه. تمام، بالمناسبة الأوثر تبع هذه الوصفة وهذيك الوصفة هو نفس الشخص، فرانسوا شيلوت أو شيلو. نعم، آخر تعديل عليها 28 أبريل 2020. إيش حتلاقي الاختلاف؟ انه هنا عمل داونلود للصور، راح فرطهم بلينكس كوماند. تمام، وهنا عمل الاس للبيت ايمجز، لقى في انا عندي مجلدين كات ودوغ. هنا فلتر اوت كوربتد ايمجز، في بعض الايمجز بتكون انه
انه الانكودينج تبعها يعني مش صور جي بي جي، بتكون زي جي اف اي اف موجود في الهيدر تبعها، فبالتالي هدول بده يستثنيهم. تمام؟ لانه انت بتلاحظ هنا عندك لما عملنا داونلود في هذه الوصفه اللي موجوده في تنسر فلو، انت عندك الايمجز اصلا اوريدي فلترت، هيو cats and dogs filtered زد اي بي، هدول انه اوريدي فلترز، لكن هدول انه هو نزل الداتا سيت كلها وهو بنفسه راح عمل فلتر. كيف عمل فلتر؟ راح لف على الدايركتوريز اللي موجوده انا عندي في الكات والدوج، تمام، على الملفات اللي موجوده في الكات والدوج، تمام، و راح فحص انه از جي اف اي اف، اذا رجعت له ترو ايش بسوي؟ بروح بيستثني هاي الصوره، تمام. فبالنهايه بروح بقول انه ديليت برسنتج دي ايمجز اللي هو النمبر اوف سكيبت، فبالتالي هنا راح حذف 1590 صوره، هدول انه الفورمات تبعهم كوربتد، مش حنعرف نقراها يعني بالطريقه الاعتياديه. طيب الجنريت داتا ايمج هنا السكيل تبعه مختلف، حط 180 في 180، والباتش هنا كان 128 هنا 32، تمام. هناك قرأ الصورة من خلال الداتا جنريتور، وين موجود الداتا جنريتور؟ ارجع هنا، هاي راح روح شوف لي وين في الامبورت. ايوه في الامبورت، انا عندي تنسر فلو كيراس بري بروسيسنج ايمج دي ايمج داتا جنريتور، لكن هنا في هاي الوصفه كيف قرأ؟ تي اف كيراس بري بروسيسنج ايمج داتا سيت فروم دايركتوري، زي ما عمل في التكست بالضبط، تكست داتا سيت فروم دايركتوري، هنا استخدم نفس الدالة انه بتقرأ images. ايش الدالة؟ المجلد الرئيسي. هنا بروح لحاله يتطلع انه كل مجلد فرعي بروح بيعتبره class، وهنا طلبت منه انه يعمل validation split، راح ياخد 20% 80% train و 20% للvalidation، وهذه subset training لازم اثبت السيد عشان هاي العملية انا حكررها، هذا train ds هذا val ds، لازم يكون نفس السيد عشان تكون الداتا سيت مش متداخله، لانه يعني عندي نفس الكود هذا بالضبط، تمام، بس ايش الاختلاف؟ انه السبسيت انه اسمها فاليديشن، والسيد انه لازم تكون نفس السيد. فبالتالي ايش اديته؟ البت ايمجز المجلد الرئيسي، كل مجلد فرعي راح يكون عباره عن كلاس، الفاليديشن سبليت انه هذه الداتا سيت تريننج، واديته الايمج سايز، والايمج الايمج سايز اللي هو عباره عن تابل 180 في 180، تمام. فحضرت الترين دي اس والفال دي اس، تمام، وهنا حكى لي انه انا لقيت 23000 صوره belonging to two classes، استخدم منهم 1800 للتريننج، وهنا استخدم 4600 للفاليديشن. فهنا انا شويه الامور مختلفه، لانه الداتا سيت انه معمولها داونلود من مكان مختلف، وهو طبق الفلتر بنفسه، تمام. فهذه الوصفه ممكن تكون مناسبه لك اكثر اذا انت يعني انه بدك تشوف كيف انه انت يعني التنتين بتحمل الداتا سيت من دايركتوري يعني، بس انه وصفه شويه مختلفه. هنا عمل فيجوالايز للداتا سيت، تمام، على كم صوره لف؟ 9 صور، تمام، على كم سطر بده يعرضهم؟ على 3 اسطر، تمام، هذه هذه هاتش. فبالتالي هنا السب بلوت صرت انت تعرف كيف انه انت تتعامل معه. فالان بالضبط انه هذا مكان الصوره، وانه عمل هنا ايمج ايمجز اوف الاي وحولها لنمباي، واز تايب يوني انسايند انتجر 8 بايت، لانه انا عندي الماكسيموم فاليو او الماكس فاليو 255، وتحت عرض الليبل تبعها، فبالتالي الليبل انا حطه ك0 و1، اعتقد انه 0 دوج و1 ك
كات، لا هاي اللي بالفوق، واحد dog وزيرو cat، يبقى هاي اللي بالفوق dog dog cat cat dog وهكذا، تمام؟ هنا راح مباشرة عمل data augmentation، ما جربش على الداتا سيت بدون augmentation، مباشرة راح جرب الاوجمنتيشن. بالضبط، ايش راح جرب؟ راندوم فلوب، راندوم فليب، واداله انه هنا هوريزونتال، تمام؟ والروتيشن، طبعا بينفعش انه هو يطبق فيرتيكال فليب، لانه انت عندك في التست داتا مستحيل انه انت يكون في عندك دوغ، يعني متصور، يعني نادر ما انت تلاقي الدوغ متصور راسا على عقب، او انت عامل الكاميرا زي هيك ومصور الدوغ بهذا الشكل. وايش عامل كمان؟ راندوم روتيشن بوينت 1، تمام؟ وراح هنا بده يعمل بلوت لتسع صور، وبده يعرض هذا الكلام بعد ما طبق هدول العمليتين اللي هو الفيرتيكال الهوريزونتال عفوا فليب، راندوم فليب والروتيشن، تمام؟ طبعا هنا عمل ريسكيل للديتا، قسمهم على 255، تمام؟ والانبوت بتساوي كيراس دوت انبوت، وحط الانبوت شيب اللي هو 180 في 180، تمام؟ وهنا استدعى دالة الاوجمنتيشن للانبوت انا عندي، تمام؟ هنا augmented train ds، راح اعمل train ds dot map. الدوت ماب هذه زي ما حكينا انه بتروح بتعمل لك اتريت على كل اكزامبل موجود عندك، وبتروح بتطبق الداله هذه الداتا اوجمنتيشن، تمام؟ ايش بترجع لك؟ بترجع لك انه انا بدخل له اكس وواي، وبتروح بترجع لي الاكس بعد ما صار له اوجمنتيشن بالاضافه للواي. طبعا هنا حدد الباتش سايز، هنا بيلد للموديل. ايش بتلاحظ في الموديل هنا؟ معرف داله للموديل بيلدينج، محدد الانبوت شيب والنمبر اوف كلاسز، الانبوت شيب 180 في 180 والنمبر اوف كلاسز 2، فبالتالي عرف الطبقه الاولى، تمام؟ الاكس عمل داتا اوجمنتيشن، بدا يعرف الطبقات. هنا الطبقة هذه بتعمل ريسكيل، الطبقة الثانية كونفولوشن، الطبقة الثالثة باتش نورماليزيشن، الطبقة اللي بعديها اكتيفيشن، بعديها عاد مرة ثانية كونفولوشن نورماليزيشن اكتيفيشن، طريقة مختلفة هنا في تعريف الطبقات. بعديها ايش راح اعمل؟ فور سايز ان 128 256 512 728. ايش اعمل بالضبط؟ اكتيفيشن سكيلابل كونف 2D حسب السايز، كل مره حيدي لك سايز مختلف. يبقى هذا الكلام كله ثبته، تمام؟ وبعديها ابتداء من الطبقه هذه ايش كل مره بدي اجرب؟ بدي اجرب سايز مختلف، تمام؟ و اكتيفيشن كونفولوشن normalization activation normally convolution normalization، وبعديها هنا max pooling تمام، بعدين ضاف لدروب اوت، وبعديها في هنا عندي اخر طبقه اللي هي الدنس على حسب عدد اليونتس. تمام، هنا ترين للموديل وحط انه يحفظ التشيك بوينت، حدد الاوبتمايزر والباينري كروس انتروبي،
هذا البارامتر هو learning rate، تمام؟ وهنا عامل fit للداتا، شوف كيف النتائج عنده. النتائج وصل 96، هذه الوصفة بتجيب نتائج أفضل، تمام؟ Validation accuracy 96 والaccuracy تبعت التريننج 98، ما فيش اوفر فيتنج. نعم. اوكي. الآن بده يجرب على صورة جديدة. في الصورة الجديدة، تمام؟ image keyRAS pre-processing image load image، ايش قدها؟ المسار تبعها، وهنا التارجت سايز، هو لحاله بروح بعملها ريسكيل او سكيل عفوا للايمج سايز اللي هو 180 × 180. بعدين ايش حولها لايمج اري، وبعدين عمل اكسباند للدايمنشن للايمج اري وزيرو، تمام؟ وبعديها البريدكشنز بتساوي موديل دوت بريدكت الايمج اري. شوف البريدكشن انه السكور تبع انه السكور هي طبعا السكور، وبدنا نشوف هنا يبقى هذا الايمج هاي انه 84% انه هي كات و 15% دوغ، تمام؟ هنا اخذ عينه من الكات انه جرب عليها. اوكي، فهذه وصفه مختلفه انه بتجيب اكيورسي افضل، انه ممكن انه انت تطبقها عندك على طبعا بالمناسبه انت في عندك هنا حطيت لك اياها كاساينمنت في الكاجل، في عندك بعض الشغلات اللي بعض الكومبيتيشنز اللي متعلقه بالايمجز اللي لسه اكتف، زي ايش مثلا؟ عندك الديجيت ريكوجنايزر، تمام؟ هذه ايمج، وعندك الامنست او نيتش تي امنست، هذه عباره عن زي زي الفاشن، ولكن انا عندي الكلاسز 10 كلاسز اللي هم الكاركترز او الاحرف، انا عندي من A ل J 10 احرف، تمام؟ وفي عندك كذلك وحدة ثالثة اللي هي هاي cleaned versus dirty version 2، هذه عبارة عن داتا سيت انه انت بدك تنظف صحون، بدك تصنف الصحون اذا كان clean او dirty، تمام؟ فانت عندك صورة، عندك صور للصحون زي هيك، تمام؟ وبدك تصنف انه هي dirty ولا clean. اوكي، فانت الان ممكن تدخل على الكومبيتيشنز هذه وتحاول تشوف، هي في عندك صار اكثر من وصفه بتستخدم convolution neural network. طبعا بتتجنب الاوفر فيتنج، بتحط ايرلي ستوب، هذه التوصيات عشان انت ما تضلكش انه انت تحاول وما تجيبش نتيجه، لانه تصنيف الصور شغله تشالنجينج، مش من السهل انه انت تجيب سكور كويس، تمام؟